تعالى إبرازا لنا ومبدأ لنا في حياتنا. قال في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أي أن الصلاة والنسك أي كل العبادات بل والمحيا عندما يحييك الله تبارك وتعالى من مولدك إلى مماتك وعندما تموت لا بد أن تكون هذه الميتة في سبيل الله، ولا بد أن تكون الحياة كلها في سبيل الله. لا يكفي أن تتعبد فقط الله في شهر رمضان، أو تتعبد الله فقط في الصلوات، أو تقصد الله تبارك وتعالى فقط في القيام أو الصيام، لا، بل يكن محياك حياتك كلها، نفسك كله لله تبارك وتعالى، عملك لله، فرحك لله، حزنك لله، تنزهك لله، توسعتك على أهلك، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة يضعها الرجل في في امرأته يكون له بها أجر، حتى الصدقة تنفقها على أهلك يكون لك بها أجر، كل شيء في حياتك لله. من كان يريد الآخرة فعند الله ثواب الدنيا، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. أيها الأحباب، قد ذكرت لكم هذه لأن الله تبارك وتعالى قد ركب فينا شهوات وقد ركب فينا نزوات، ولكن الله تبارك وتعالى كما حرم علينا بعضها فإنه قد أحل بل تعبدنا ببعض هذه الشهوات، بل إن الله تبارك وتعالى تعبدنا ببعض النوازع الإنسانية. فإن الحزن لابد أن يكون لله، وإن الفرح هذا الفرح وتلك الأعياد لابد أن يكون الفرح بالله. فعندما تفرح في هذا اليوم افرح وأنت تذكر أحزان المسلمين، افرح لأن فرحك لله. فإن الله تبارك وتعالى ذم الفرح في مواضع كثيرة، قال: إن الله لا يحب الفرحين، وقال: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق، ومدح الفرح في موضع آخر في سورة يونس فقال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فإن الإسلام لم يأتي كي يحرم الدنيا كلها، بل إن الإسلام تعبدنا ببعض النوازع الإنسانية كالفرح وغيرها، فلم يأتي الإسلام لكي يكون الإنسان كئيبا، لا، فإن من سنن العيد أن نوسع على الأهل وأن ندخل الفرحة والسرور على الأهل وأن نوسع على أبنائنا وأن نتلذذ بالفرحة لله تبارك وتعالى. أيها الأحباب، حتى لو طيل عليكم أحببت أن أنوه على شيئين عظيمين حتى يتم الله تبارك وتعالى علينا نعمته بعد الأعمال الصالحة. إن الله تبارك وتعالى قد حذرنا من شيئين أو قد نبهنا إلى اغتنام شيئين، فإنه بعد الأعمال الصالحة تكون الأعمال الصالحة معلقة كثيرة بالشحناء والبغضاء التي بين المسلمين. ففي أحاديث كثيرة قد نوه النبي صلى الله عليه وسلم أن معظم الأعمال الصالحة تكون معلقة بين السماء والأرض، بل إن بعض المغفرة تكون معلقة حتى يتصالح المسلم مع أخيه المسلم. فإن تلك الأعمال التي قدمتها في هذا الشهر الكريم لابد أن تراجع فيما بينك وبين الخلق حتى يقبلها الله تبارك وتعالى منك. الأمر الثاني الذي أحب أن أنوه عليه ألا وهو صلة الأرحام. فإن الأعمال الصالحة تظل مقطوعة عن الصلة بالله تبارك وتعالى. يا من تشكون الانقطاع عن الله تبارك وتعالى، يا من تشكون البعد عن الله تبارك وتعالى. روت السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحم معلقة بالعرش، تقول: اللهم صل من وصلني، اللهم صل من وصلني، واقطع من قطعني. الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وذم آخرين وقال: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أولئك هم الخاسرون. الأرحام أيها الأحباب، من كان أهله ها هنا فليتزاور معهم في العيد، ومن كان أهله في بلاد أخرى فليتصل بهم، يطمئن عليهم، يرسل لهم بعض الهدايا، يشعرهم برحم الإسلام. فإن رحم الإسلام رحم عظيمة، الرحم الرحم أيها الأحباب. وقد تنازع المسلمون اليوم على تراب الدنيا وعلى زخرف الدنيا، فقد تقاطعت الأرحام، ولا عجب العجب أن هؤلاء الصالحون وهؤلاء المسلمون تجدهم
يصلون ويبكون إلى الله تبارك وتعالى، هم عن الله منقطعون بقطيعة أرحامهم. الرحم أيها الأحباب أول ما وصى عليها النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة، فقال: أيها الناس، أيها الناس، أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الإيمان لا يكمل، الإيمان لا يكمل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسقط، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. إن الرحمة شأنها عظيم في الإسلام، وإن صلة الأرحام أيها الأحباب تعلق كثيرا من الأعمال الصالحة، وإن صلة الرحم أيها الأحباب لا تكفي بالمكافأة، من وصلك تصله، ولكن صلة الرحم تأتي بعد المقاطعة، فإنها درجة عظيمة. شكا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنني أقرباء أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأبرهم ولا يبرونني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كانوا كما قلت فكأنما تسفهم المل، والمل هو التراب الحار، أي كأنهم يأكلون التراب الحار. هذا العذاب، هذا العذاب مقابل لمن يصل هؤلاء، لمن يصل هؤلاء وهم يقطعونه، وكأن الله تبارك وتعالى يسليه بهذا العقاب، فيقول: إذا أردت أن تبتعد عن هذا العقاب فابتعد عن هذه القطيعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الواصلين لأرحامنا. نسأل الله تبارك وتعالى بعد هذه الأيام الجميلة وهذه النفحات العظيمة أن يزيل الشحناء والبغضاء من بيننا ومن بين المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج على المسلمين في هذه الأيام، وأن يكتب لنا نصرا وبركة وفتحا بحق هذه الأيام الجميلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا.